منتخب المغرب يبدو أنه قدم نفسه كمراهن جدي على اللقب. السلام عليكم. هي بالنسبة للمنتخب منتخب المغربي إن شاء الله نتمنى والله عز وجل إن شاء الله نفوزوا باللقب إن شاء الله يا رب العالمين إن شاء الله. أحسن اللاعبين في المنتخب المغربي؟ أحسن اللاعبين هو بدر بنون، هو بدر بنون وأنس زنيتي. مقابلة ربع النهائي من تفضل، المنتخب المصري أو الجزائري؟ إن شاء الله نفضل المنتخب المصري إن شاء الله يا رب العالمين. ليش؟ ها؟ ليش المنتخب المصري؟ لا نفضل المنتخب المصري، على أساس المنتخب الجزائري إحنا إخوان الحمد لله. كيف شفت المنتخب المغربي في هذه البطولة؟ إن شاء الله المباراة المغربية إن شاء الله يكون مربوحة إن شاء الله، وإن شاء الله بتكون 5-0 إن شاء الله. شكون تفضل في مقابلة ربع النهائي؟ نعم. الجزائر أو مصر؟ الجزائر إن شاء الله. ولا ليش الجزائر؟ نعم. علاش الجزائر؟ لأن جارتنا أصلا، جارتنا. وش أقوى شوية من منتخب مصر الجزائر؟ والله هو المصر كذلك، المنتخب المصري حلو، بس يعني إن شاء الله الجزائر تفوز إن شاء الله. شكون باش يفوز بالبطولة؟ البطولة إن شاء الله المغرب. كيف شفت الماتش منتخب المغرب اليوم؟ كان ماتش زوين بزاف، اللعبة لعبوا ماتش ماشي واعر، ما كان حتى مشكلة، والحمد لله رابحين 3-0 وإن شاء الله نتكاليفيو. شكون اللي عجبك في منتخب المغرب؟ كان عجبني بن شرقي وبن نون. باهي، في ربع النهائي شكون تفضل، مصر ولا الجزائر؟ مصر. الجزائر صعبة أكثر وأحسن، أحسن من بعد. وأنت كيف شفت منتخب المغرب؟ الحمد لله فرحانين به، كان مزيان كالعادة الحمد لله، وكنتمناو له التوفيق والنجاح في جميع الميادين إن شاء الله. في ربع النهائي شكون تفضل، مصر ولا الجزائر؟ شكون مصر ولا الجزائر؟ والله يمكن مصر، ما عرفت. علاش؟ ما عرفتش، يمكن مصر، قيل لي الله أن مصر مزيانين، كيبقاو ديما مزيانين. وأنت شكون تحب، مصر ولا الجزائر الماتش الجاي؟ مصر. علاش؟ عندي بزاف ديال الصحابات مصريين. عندك صحابات مصريين؟ المنتخب المغربي قوي ان شاء الله، يعني ربحنا بثلاثة ولا الحين نزيدو 2 ان شاء الله 5-0. نجم نقولوا منتخب المغرب ابرز مرشح للفوز؟ ان شاء الله رب الشعب يفوز ان شاء الله، اكيد ان شاء الله. في مقابلة ربع النهائي شكون تفضل، منتخب الجزائر او مصر؟ ممكن مصر. علاش؟ يعني ممكن الجزائر تكون في صدارة المجموعة. انا يعني ممكن الجزائر عندها حظوظ اكثر تكون في المجموعه الاولى وتصدم مع مصر. بالنسبه للقب شكون باش يكون فايز؟ نعم، اللقب شكون باش يكون فايز؟ منتخب المغرب ان شاء الله، ان شاء الله منتخب المغرب. شكرا ان شاء الله. شكرا. المنتخب المغربي صراحه مميز جدا، يعني المدرب حسين عموتة قدم تشكيله يعني يبدو انها صعب الفوز عليها في كاس العرب. ان شاء الله نتمنى الفوز الافضل، ولكن انا متفائل جدا بالنسبه للمنتخب المغربي بما قدمه، سواء في المباراه الاولى امام فلسطين والثانيه امام منتخب الاردن لحد الان مع نهايه الشوط الاول. اتمنى ان شاء الله ان يكون مستوى متميز ليس فقط من المغرب بل من تونس، الجزائر، المنتخبات الاخرى، لانه هذه فرحه عربيه وايضا في ملعب مونديالية. نتمنى كل خير لمنتخباتنا سواء في المغرب العربي او المنتخبات العربيه الاخرى. في زوز مقابلات المنتخب المغربي على نفس المستوى، نجم يكون مرشح بارز للقب؟ من المبكر القول بان المنتخب المغربي مرشح يعني للقب 100%، ولكن انا اعتقد بان هذا المستوى انا اقول انه نصف النهائي او النهائي ممكن للمنتخب المغربي اذا وصل على نفس النسق ونفس العطاء في الشوطين الاول والثاني كذلك. شكون تفضل في ربع النهائي، مصر ولا الجزائر؟ ليس هناك تفضيل لاي منتخب، هذا المنتخب يمكن أن يلعب مع أي منتخب كان، سواء كان مصر أو الجزائر، مع التحية والود والمحبة لمصر والجزائر وتونس وكل الإخوان. في نهاية الأمر هذه بطولة عربية، نتمنى إن شاء الله الفوز يكون لي، أكيد سيكون لبلد عربي والروح الرياضية التي ستكون أكبر فائز.